مريم ما يمكنش انسان يجي ما بين ليله وضحاها كان جالس عادي ضاحك ناشط خدام او كيقرا عيجي ودخل في اكتئاب. قبل من الاكتئاب شنو وقع لنا؟ تيقول لنا تراكمات ديال الافكار او مشكل وقع او صدمه نفسيه او دي شي حاجه اللي هي ديبريسيون، شي حاجه اللي هي ضغوطات او خصومات او شي واحد كان عزيز عليك تخاصمتي معاه او غدر او من هذه المسائل اللي هي كتجي فوق من الطاقه ديال الانسان، ممكن ديك الساعه الانسان يدخل في اكتئاب. هذا كنا نسولك شنو المشكل اللي وقع لك قبل ما تمرضي؟ تذكري واش الموت ديال بابا يمكن؟ شحال باش توفى بابا؟ في 2015. اذا 3 سنين دابا. لكن ورا ما جانيش داك الشيء زعما دقه وحده. شحال موراها باش عاد مرتي اختي؟ عرفتش بالضبط عام يمكن ما عرفتش. يعني مرتي في 2014 2016. المهم الاعراض اختي مريم اللي جاوك من يلاه بداك المرض كنفكر غير في الانتحار، ما كنفكر ما بغيتش ما بغيتش نعيش. علاش كتفكر في الانتحار؟ شنو السبب او الدافع اللي خلاك تفكر في الانتحار؟ حاجه ما كتسوى عندي شي حاجه زعما في الدنيا. ما فهمتش كيفاش تحلم ما كتسوى اختي، انا في قوت الاسئله سمحي لي عليك. لا ماشي مشكل. لا دارك كيفاش تحلم ما كتسوى عندك في الدنيا؟ ما عرفتش دابا انا مجوجه جوج هادي امين امين وداكشي غادي وتي كيتجهد. يعني تزوج شي قبل ما تمرضي ولا مور ما مرضتي؟ انا كنت باديه في عند الدواء، كنت باديه عند الطبيب. طبيب نفساني. طيب الطبيب النفساني كيفاش شخص بحالك انا عندك اكتئاب اختي مريم؟ من هادشي اللي قلت له ديال الوكا بزاف. كملي اختي مريم. قلت لك البكاء بزاف زعما في الصباح في النهار وفي الليل بلا سبب غير هكاك، يعني خلا نبقى نبكي بلا ما نحبس. وعطاني الدواء وخديت الدواء واحد الوقيتة وتخفت شوية و عاوتاني داكشي كيمشي وكيجي. دابا ما كنهضرش غدر، ما كنهضرش صافي، بحال بحال سد عليك. ما عندي لا دال حتى حاجه، ما بغيت حتى حاجه، ما تنطم حال حتى حاجه، ما بغيت حتى حاجه. مؤخرا وليت نقول له صافي صافي نتوخو، حيت هو مشكل انا مشكل. عندك وليدات؟ لا ما عنديش وما بغيش. اش بغيش وليدات؟ مريضه حيت ما قدرتش على راسي. ما باش اختي الا قلت لك انت دابا انا سمعي سمعي اختي الله يرضي عليك، هو المرض ابتلاء ياك الاخت الكريمه. المرض ابتلاء والله ما ابتلاك الا هو كيبغيك ياك. الله ابتلاك بالموت ديال الاب ديالك اللي هو اعز وافضل شيء. انت اختي مريم افضل شيء الله ابتلاك الا هو كيبغيك. الله ابتلاك باش يمتحن الصبر ديالك، لكن انت ما صبرتيش او لا تفق معايا ما تفقش معايا؟ انا باش تفكر في ولكن ما كنفكرش زعما ديما طول الوقت زعما في الموت ديالو. دابا بحال الموت ديالو دازت كنتفكرها مره مره، ولكن داكشي باقي شي حاجه باقي عندي داخل ما عرفتش شنو هي. ما شي حاجه ثقيله ديما حابسه ليا صدري ديما هزه معايا ما عرفتش. اوكي انت قلتي انا كان انا كان كنفكر. انت كتفكري في الموت؟ عزيزي ما بغيتي تموتي باش ديري حل لحياتك؟ كنخاف من الله، داكشي علاش ما درت والو. سوا صغرت محاولة انتحار؟ درتها، شربت الدواء بزاف. الدواء ديال الطبيب ولا الدواء ديال يعني اللي عطيك الطبيب؟ كثرتي الكمية باش انك صافي تقولي الموت بالبركة من هاد الدنيا هادي، مع انني ما عندي ما ندير هاد الحياة. شو الحلم عندك الليلة اختي مريم؟ كندير كوابيس بزاف. كوابيس بزاف؟ هاد الكوابيس بحال اش كتردد لك بزاف، كتكرر لك بزاف؟ حلا
شي واحد هاد القرعه ديال النشاج كبيره غيشير عليا بها من البعيد وانا مخبيه بحال واحد النهار ما حليت عيني بحال شي حد كيشوف فيا، ولكن دغيا مشات ما غير فيقني رجلي بحال هكا ومع حليت عيني بانت لي بحال شي حد كيشوف فيا صافي ومشات ما هادو ما لي بقيت نقلع عليهم بزاف الماء بزاف بحال الطوفان بحال البحر طالع بزاف هايج وجاي زعما عندنا ومخلوعين زعما داكشي صباح الخير. درتي اختي الرقيق ولا اول مره؟ درتها قبل عند واحد السيد في حين بيعات. شنو قال لك؟ ما عجبنيش الحال حيت